صباح الخير. تعالوا نبدأ فترة العبادة بقراية مكتب المقدس من المزمور الثامن. المزمور الثامن بيقول: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك، لتسكيت عدو ومنتقم. إذ أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده؟ وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. يا رب يسوع، نشكرك يا رب من أجلك. إله عظيم يا رب، خلقت السماوات يا رب والأرض والنجوم يا رب. يا رب ساعدنا أن احنا ندرك يا رب كم هي عظمتك يا رب يسوع. ساعدنا يا رب أن احنا نيجي في محضرك رب عالمين يا رب بقد انت اله جبار، اله عظيم، اله كبير قوي يا رب. فعلا يا رب من نحن يا رب؟ احنا يا رب حب الطين، تراب، لكن انت نفخت فينا بروح، روح حياه يا رب يسوع. يا رب يسوع نشكرك من اجل انك اله بتدينا مراحم يا رب في كل صباح احنا ما نستحقهاش يا رب. بنشكرك رب لاجل نعمتك في الصليب يا رب. لا نستحق رب النعمة ولا نستحق الرحمة، لكن احنا نشكرك ربنك إله عظيم، إله حنان. تحننت علينا رب، أنقصتنا قليلا عن الملائكة، أو جعلتنا أمامك رب أبناء يا رب يسوع. نشكرك من أجل البنوية يا رب. نشكرك رب أن أنت مش بتسيبنا لطرقنا يا رب، ولا سبتنا في خطيتنا رب، لكن اديتنا حياة يا رب، واديتنا طريق في الصليب يا رب يسوع. يا رب بنطلب يا رب انك تيجي وتلمس كل قلب بيتعبد امامك في هذا الصباح يا رب. المس يا رب كل قلب جاهز الان، جاهز رب قلب في انكزايتي، جاهز في يا رب حاجات كتير بتخوفنا. انت شايف اللي قدامنا وشايف الدنيا دي كلها في الشرير يا رب، سواء اوبئه يا رب او حروب او خناقات او امراض، كل شيء يا رب حوالينا ما بيديناش رب روح الامان ولا روح السلام يا رب، لكن انت اللي فيك السلام وانت اللي فيك الامان يا رب. ساعدنا يا رب ان احنا نذكر ان انت يا رب الاله الخالق اللي خلق النجوم والسماوات يا رب، اله العظيم يا رب يسوع. ساعدنا ان احنا نذكر هذا لما نتامل في خلقتك يا رب والاشياء اللي حوالينا اللي بتشهد لك انت يا رب يسوع. يا رب اطلب بركه خاصه من اجل المتكلم في هذا الصباح يا رب، من اجل راعي الكنيسه. يا رب اطلب يا رب انك تدي له نعمه عند افتتاح الفم يا رب يسوع. يا رب اقبل تسبيحاتنا في هذا الصباح يا رب، استخدم يا رب مواهبنا واصواتنا يا رب لكي تكون يا رب بتتلذذ لما تسمعها يا رب يسوع. ساعدنا يا رب ان احنا نطهر افكارنا وقلوبنا امامك رب في هذا الصباح يا رب. تعالى يا رب وبالدم غسلنا حتى ما نبيض رب امامك. ليس فينا شيء صالح رب غير روحك اللي وضعته فينا يا رب يسوع. ساعدنا ان احنا ننصت ونسمع صوتك يا رب يسوع في وسط الزحمه، في وسط الاصوات العاليه اللي حوالينا. ساعدنا يا رب ان احنا نسمع صوتك النهارده يا رب. تعالى يا رب وبارك كل شخص النهارده حاضر يا رب. ساعدنا يا رب ان احنا نذكرك النهارده يا رب في المائده، في كسر الخبز يا رب وفي الدم يا رب يسوع. نجدد عهودنا معاك يا رب يسوع، ونذكر يا رب ان احنا دايما لينا حياه ابديه من خلال هذا الدم وهذا الجسد يا رب. باسم يسوع بصلي لك كل المجد استجب، امين. تعال نبدا ونقول: يا سيدي لما ارى نجومك. تعال نتامل في جمال الخليقه وعظمه الخالق. يا سيدي لما أرى
تعالوا نقرب قدام نقول روح الله ندعوك تأتي في وسطنا. قبحي قد ذهب حتى الأحشاء، أشتاق لخالق فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء. تعالوا نصلي كلمات الترنيمة دي مع بعض. إلا الوعد ليصدر
يوحدني الآب وعطفه يقبلني. التريمة كانت بتقول هل أطرق بابك، بيسأل هل أطرق بابك بعد ضياع الكل. التريمة الجاية بتقول أبوابك مفتوحة ليا مهما كان فيا خطية. وفي ترنيمة في المدرسة احنا كنا دايما نقول تليفون السماء عمره ما كان مجهول، أبوابه دايما مفتوحة لينا. تعالوا نرنمها مع بعض. تعالوا تعالوا عليه وألقوا أحملكم عليه. التريمة جاية بتقول الله الذي لنا هو لن يتركنا، لا في وبأ ولا في مرض ولا في حرب. الواحد حس ان زي ما كان فيلم فيه نكتة زمان يقول لك كله ضرب ضرب ضرب، اليومين دول كله ضرب. حتى بنقعد مع بعض يا إما ده مات يا إما ده عيان يا إما مش عارف إيه انفجر يا إما في مصايب بتحصل حوالينا، لكن الله لا يتغير والله الذي لنا هو لن يتركنا. تعالوا نرنم الكلمة الجاية مع بعض ونصلي الكلمات دي مع بعض.
ربنا لا ينسانا. في أوقات كتير حوالينا حاسين بكل المخاطر اللي بنعدي فيها، وأنا كمان النوم بيطير من عينينا. جاز عندنا أصحابي في الشغل عندهم أنكزايتي جامدة، بس نذكر دايما ونفتكر دايما أن الله لا ينسانا. نفس الإله ده بيقول له قدوس قدوس قدوس، حتى الملائكة في محضره 24 ساعة في اليوم إلى الأزل قدوس قدوس قدوس. يسوع هو القدوس. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة الجاية.
صوتك قدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الأعلام أنك حي فيا يا قدوس. منذ الأزل وإلى الأبد الملائكة مدركين قداسة الرب وقد إيه هو قدوس. في سفر الجامعة في الأصحاح الأول بيقول ليس جديد تحت الشمس. هو سفر لو قريته it gives you a little bit of a زي ما يقولوا في الإنجليزي reality check. يعني أنت فاكر في حاجة جديدة؟ مفيش حاجة جديدة، كله حصل قبل كده وهيحصل تاني وكله بيحصل. مفيش حاجة تحت الشمس جديدة، افكار جديده جت قبل كده افكار جديده. لو خدتوا بالكم في الفيسبوك في الكام يوم اللي فاتوا في زي عهد كده او تعهد ماشي، كان ماشي بالاول يسري الياس او الشيخ يسري الياس، بعد كده انكل شكري انكل صبري وكذا واحد كاتبين تعلمنا من الاباء لينا قبل كده او المعلمين لينا قبل كده نتمسك بالايمان الحقيقي. مفيش حاجه جديده. يعني في حتى لو قريت لو خدت بالك من اللي بيحصل حتى في مصر دلوقتي وصلت لهم الفكرة الليبرالية، مش عايز أخش أنا في البوليتكس ولا الكلام ده كله، لكن الليبرالية حتى في الإيمان في أفكار جديدة، يقول لك فكر جديد. لكن في الكتاب المقدس في سفر الجامعة يقول لك ليس هناك جديد، مفيش حاجة جديدة. هيقول لك تعالى شوف في حاجة جديدة، مفيش حاجة جديدة. وتبقى الحقيقة إن الإله هو القدوس وإن إلهنا عظيم وإلهنا أمين على مر العصور وعلى مر السنين. وهتيجي ناس وتقول لك أفكار جديدة، وهتيجي ناس وتقول لك مش عارف ايه، لكن لو تمسكنا بالإيمان بتاعنا في كلمة الله هنفتكر دائما إلهنا لا يتغير، إلهنا لا ينسانا. مكتوب هناك ليس هناك جديد تحت الشمس، وبعدين بيقول لك في آخر الأصحاح في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا. انا مش عارف اذا احنا المفروض ما نتعلمش، ولكن غالبا الواحد لما بيعرف اكتر بيختم اكتر. يعني لو شفت واحد دكتور ورحت سالته ايه رايك في كوفيد 19 ده، ولا يقول لك مش عارف احنا لسه بنتعلم عنه، يعني حاجه مش معروفه، حاجه
ملهاش مش فاهمينها، لكن بيزداد الغم لو انت عرفت عن حاجات معينة. لكن احنا عارفين ان ربنا لا يتغير، وان الهنا ده عظيم والهنا امين، وان عهوده معانا من الازل والى الابد. تعالوا نقف مع بعض، انا مش عارف احنا بنقف في الكوفيد ولا لا، لكن تعالوا نقف مع بعض في الترنيمة دي ونقول الهنا عظيم الهنا امين. لأول مرة هنكون مع بعض بنشترك في مائدة الرب. بقالنا شهور محرومين إننا نشترك في جسد الرب ودمه، فلينا امتياز وشرف إننا نعبد ونسجد ونتوب ونفحص أنفسنا ونشترك في مائدة الرب. الاول هقول بس لان دي اول مره لينا يا جماعه، فانا هقول على الكاس اللي المفروض ان انت خدته وانت داخل على باب الكنيسه، وبعد كده
هنبتدي في التناول، هشارك بفكرة وبعدين نتناول ونختم بصلاة طلبا للرحمة مع فريق الترنيم. الكاس البلاستيك اللي في ايدك ده، لو انت مش معانا في الكنيسة ومتابع الخدمة، المفروض ان انت وصلك الكاس ده، سواء انت جيت قبل كده او حد جابك، او انت في البيت وما اخدتش الكاس ده او ما وصلكش الكاس ده، بس تحب تشترك معانا في جسد الرب وفي دمه. لو انت تحب ومعكش ده، تقدر تشترك معانا بحتة عيش وعصير عنب ولا غيره من البيت. فيعني لو تحب نشجعك ان احنا نتحد ونشترك مع بعض في مائدة الرب وفي جسد الرب ودمه. الكاس البلاستيك اللي بين ايديك ده، من فضلك احنا في الشفة دي اللي هتكسر كده او هي يمكن مكسورة، دي مش هي اللي هنفتحها، فمن فضلكم خلوا بالكم. احنا يعني انت هتاخد الراق اللي فوق اللي هو فيه الخبز، او يعني اللي هو الرقيقة الصغيرة دي في ال في ال في ال في الغطاء. انا نفسي غالبا فتحت غلط. ايوه مش سهل اوي. حد فتحها صح ولا انت فتحت عكاس؟ ما هو الشفاف ده انا مش عارف اجيبه، وضفري ما فيش ضوافر. فالمهم يعني ان الرق الشفاف ده هو اللي هنبتدي بيه، او كويس، الرق الشفاف ده هو اللي هنبتدي بيه. فاحنا اللي هنعمله يا جماعه، ما تفتحش دلوقتي، اللي هنعمله ان احنا بعد ما اشارك بفكره ونقف للصلاه، هنفتح ده وهنتناول، ونحن وقوف وبعد ما نتناول الخبز ونحن وقوف هنشرب الكأس. بعد ما نتناول من الخبز ومن الكأس هنصلي، وبعد كده فريق الترنيم هيقودنا في هذه الصلاة طلبا للرحمة. احنا فين نحلت ما ينفعش نمشيها لوحدنا، انت محتاج صديق. ترنيمة اللي بنرنمها، يا ترى اي صديق مثل فادينا الحبيب، يحمل الاثام عنا وكذا الهم المذيب. يا ترى اي صديق. الآية اللي في إنجيل يوحنا أصحاح 15 يقول فيها: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجلي أحباؤه، اللي هي أصدقائه. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجلي أحبائه. إزاي وضع المسيح نفسه من أجلنا؟ اولا هو اختار طوعا واختيارا، زي ما بنرنم طوعا واختيارا، بارادته عمل كده، بارادته اختار ان يموت من اجلنا. ولما بيلاطس قال له انت مش عارف ان انا اقدر اموتك واقدر اصلبك، ولي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها؟ فهو بإرادته مات المسيح لأجلنا. الأمر الثاني أن هو وضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب، موت العار. كيف وضع المسيح نفسه لأجل أحبائه إحنا؟ يعني طوعا واختيارا، لكنه ذاق العذاب وذاق الموت. واخر حاجه يا جماعه، ان هو عني انا،
عني قضى. المسيح مش مات بس من أجل الإنسانية والبشرية ولا القضية، لأنه المفروض أننا نرى الصليب ونحتفل بعمل المسيح بشكل شخصي وفردي عني أنا، مش في وسط الهيصة ولا في وسط الزفة ولا حتى في وسط البرنامج وخلاص، لكن أنا أقف قدام الصليب وأقول يا رب ده من أجلي أنا وعني أنا. هكذا وضع نفسه من أجل أحبائه. يا ترى أي صديق مثل فادينا الحبيب؟ خلينا نقف للصلاة يا جماعة ونمسك بالكاس ده. يا رب زي ما كنا بنرنم أبحي قد دخل حتى الأحشاء، وسواد الليل ملا حياتي وملا قلبي وملا أفكاري وملا كل ملي متر فيا. غيرني، قدسني، طهرني، فقبحي قد دخل حتى الأحشاء. جايين يا رب، جايين كجماعة، لكن كمان جايين كأفراد، كل واحد منا جاي بقلب تائب، قلب خاشع يا رب، لتقبل توبة وانكسار كل شخص فينا. يا رب أخذ خبزا وكسر وقال: هذا الخبز هو جسدي المكسور، لأجلكم خذوا كلوا. بعد العشاء أخذ الكأس وشكر وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اشربوا منها كلكم. يا رب اقبل توبتنا وتعالى إلينا برحمتك، تعالى إلينا يا رب مستجيبا لهذه الصرخة مثل عظيم رحمتك، مثل عظيم رحمتك. يا خالقي ارحمني. اقبل صلاتنا المرفوعة إليك الآن يا رب طلبا لمرحمك، لرأفتك أن تغطينا يا رب في الصليب وفي عمل يسوع المسيح مخلصنا. مثل عظيم رحمتك يا خالق ارحمني، ومثل فرد رأفتك امحو الخطا عني. ارحمني امحو الخطا عني.
مهما كان فيا خطية بحب تستر عيوبي. أشكرك يا رب، أشكرك يا يسوع يا ابن الله الحي، سيدي وصديقي ومخلصي. آمين. تفضلوا بتاعه. بعض مارك بسالي، مارك اللي كان بيحضر معانا، يمكن ما كانش بيقدر ينطق ولا كلمة، ربنا ضمه إليه، شاب في العشرينات ربنا ضمه إليه، تجربة صعبة وقاسية وعنيفة على أحبائنا عماد ونيفين بسالي أبوه وأمه، وعلى ميري أخته. ربنا يرحم أهله ويشددهم ويقويهم. مارك راح السماء، انتقل، والنهاردة الساعة 5 هيكون الأسرة بتستقبل العزاء. انتوا وصلكم الإيميل، هيكون من الساعة 5 للساعة 8 في فور ريفر، فاللي يحب يروح شارك عماد ونيفين، ويعني إن كان ليا أن أنا أقول لك لازم نروح، لأن التجربة عنيفة وقاسية. حتى لو أنت تعرفهمش قوي، ووجودهم هنا ما كانش دايما بيبقى مستمر، في مرات ما كانوش بيجوا لانهم كانوا بيخجلوا وبيستحوا انهم يبقوا موجودين، ومارك ممكن يكون بيسبب ازعاج لحد حواليه. من 5 ل 8 هيكون العزاء، وانتوا وصلكم الايميل اللي فيه كل التفاصيل بتاعه العزاء اللي هيكون النهارده الساعه 5. خدمة السيدات بتعلن عن الاجتماع الجديد، اجتماع بيكون على زوم، فالموضوع اللي هيناقشوه يوم الخميس ازاي نجاوب ابنائنا لما يسألونا عن الله وعن امور في الكتاب المقدس، وده افتكر انه موضوع مهم قوي. فهيكون الدراسة ديت والمناقشة دي خميس الساعة 12، من 12 لواحدة ونص هيكون على زوم. اللي عايز يعرف معلومات أكتر هتخش أونلاين على parenting@arabic.org، parenting
@arabicchurch عايز تعرف اي معلومات او تفاصيل زيادة عن الدراسة دي. هيكون لينا فرصة دلوقتي للصلاة وللتفكير في وللقرار. تحب تقدم للكنيسة، تقدم مالك وعشورك للكنيسة لبيت الرب، فإحنا زي ما خلاص بقى أصبح اللي إحنا متعودين عليه ما بيعديش علينا طبق عطا، لكن هيبقى قدامك. لو أنت مش معانا هيكون قدامك على الشاشة. أنا متأسف للإزعاج بتاع المايك، غالباً لو ما عرفناش نحله هستعمل واحد من قدامك. هتلاقي الأربع اختيارات دي، من فضلك مرة تانية ما تضغطش على الشاشة، تحت الشاشة في اللينك جمع العطاء. انت في وانت خارج هتلاقي عند الباب الكرسيين اللي عليهم الجرادل الصغيرة دي، تقدر تحط التبرع بتاعك سواء كان اللي في طريق خروجنا. على الشاشة قدامك دلوقتي الاختيارات او الاربع اختيارات لجمع العطايا. انا هدي لك لحظات وبعد كده عندي اعلان اخير. يا رب انت اديتنا كتير قوي، وزي ما قال داود من يدك اعطيناك، واللي بتديهولنا ده فمرات بتذكرنا اننا لا نملكه. المال اللي بتديهولنا، البيوت اللي بتديهولنا، الارض الصغيره والكبيره مش ملكنا. والأسبوع ده ذكرتنا إن حتى أولادنا مش ملكنا. يا رب أرجوك، أرجوك كأسرة صغيرة ارسل تعزياتك لعماد ونيفين وميري عن رحيل مارك، وعود يا رب عن الفراغ، عود يا رب عن الفراغ. وإن كان صعب قوي قوي، لكن الطلبة دي ما ينفعش حد يجيبها غيرك ولا يعملها غيرك. ما فيش حد يقدر يعوضهم عن ولدهم وضناهم، لكن انت يا رب انت جزت في نفس هذا الألم. هكذا أحب حتى بذل ابنه. النهاردة وإحنا بنشترك في الجسد وفي الدم ندرك الألم لما نشوف ناس زي عماد ونيفين، الألم والثمن اللي انت جزت فيه. يمكن احنا ما بنختارش، لكن انت اخترت الألم ده عشان تفدينا. اقبل العطايا اللي قدمت إليك، واقبل صلواتنا يا رب، وارسل قوتك وكلمتك عشان خاطر يسوع، مش عشان خاطري أنا، وعشان خاطر اسم يسوع مش اسمي ولا مجدي. في فقرنا يا رب نصرخ إليك واثقين أنك تسمع لنا. آمين. لو انت بتقلم بالقاف، بتقلم الشجر بتاعك،
بتجيب الفروع وتقطع وتكسر وتشيل الورق الزيادة. او لو انت شفت المنظر ده، يعني لو حد عدى عليك وانت بتعمل في الامر ده هيقولك ايه اللي انت بتعمله ده، ايه اللي انت بتعمله. اللي هيعدي عليك هيقولك انت بتموت الشجرة، انت بتموتها. انت بص عملتها زي، يعني هي حتى ما كانش فيها حاجة ميتة، يعني ما كانش فيها الفروع اللي بتقطعها او بتكسرها دي، حتى يا ريتها كانت ميتة ماشي ماشي، بس دي فروع كويسة. الورق اللي كان فيها ده انت خليتها، يعني بالتعبير مش قصدي اي حاجة يعني، بس بالتعبير الستاتي اللي هتسمعه من مراتك، انت خليتها قرعة، دي بقيت عاملة زي عصاية المقشة. الشجرة اللي قدام البيت بقيت عاملة زي عصاية المقشة، انت قرعتها خالص، باظت، بوظتها. وفعلا تبص على الشجرة تلاقي شوية عصيان كده واقفين، او هي لو وحدايا لو فرع واحد، انا اللي عندي يعني فيها كذا فرع، فشوية عصيان ناشفين زي عصاية المقشة، شكلها وحش، شكلها ميت، اتقص منها حاجات كتير قوي. والمسيح قال كده، قال ان الغصن اللي هياتي بثمر، اللي هياتي بثمر ينقيه. بص على حياة البعض مننا، يمكن تكون انت في الوقت ده، يمكن تكون شاعر انك واقف يابس زي عصاية كده غير مثمر، مفيش حاجة طالعة مني، مفيش ثمر، حاسس اني غير مثمر في الزمن ده، في السيزن ده انا غير مثمر، أنا وجودي ملوش معنى، أنا لا أنا مثمر ولا حتى عندي شوية ورق أو الناس تستظل بيه ولا حتى شكلي عدل. يا ريت يقطعوني، يا ريت. يمكن تكون أنت حاسس بكده، إن أنت عامل زي عصاية المقشة، حتة خشبة واقفة غير مثمر وحتى غير مورق، ولا ظل لك يستظل به ناس. اللي هيعدي عليك وانت بتقطع وبتكسر في الشجرة وبتقلم فيها ويقول لك ايه اللي انت بتعمله ده، هترد عليه تقول له ايه؟ المفروض ان انت فاهم انت بتعمل ايه في الشجرة، مش كده؟ فلو انت فاهم غالبا هيكون ردك ممكن بليز، غالبا هيكون الرد بتاعك استنى شوية بس، استنى، اصبر شوية بس، اهدى شوية، يعني هدي اعصابك، ما تخافيش على الشجرة او ما تخافش على الشجرة. بيتر بليز كان يو تيرن ات اوف بليز، لانه مزعج قوي ليه، متأسف يعني. فأول حاجة هتقول اللي قدامك يا ريت نهدى شوية بس، اهدى، هدي أعصابك، وهتقول له استنى شوية. لو انت حاسس بهذا الإحساس تعال نشوف يقول ايه. إنما لله انتظرت، بس استنى شوية بس، إنما لله انتظرت نفسي من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقض كجدار واقع، إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم
يلعنون. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي، محتماية في الله. توكلوا عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم. الله ملجأ لنا، إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر. في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف. إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت، أن العزة لله ولك يا رب الرحمة، لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله. مزمور 62. إنما لله انتظرت نفسي، لله انتظري يا نفسي. يمكن أنا مش مثمر، يمكن أنا مش مورق، يمكن أنا حتى ملياش ظل أضلل بيه على حد من اللي حواليا. أنا غصن يابس تماما، عصايا نشفة ما فيهاش ريحة الحياة. لله انتظري يا نفسي. داود بيقول هستناه بهدوء الواثق. في ترنيمة كانت بتقول أنا هستناك كل يوم لأنك حي. حسب الوعود والشهود، يمكن حسب الوعود والشهود بأنك حي، جاي وحي بهدوء الواثق. بص بقى، الكلمة دي عايز أتناقش معاك فيها شوية وذاكرها أنا وإنت شوية. جبت منين كلمة بهدوء دي؟ مفيش حاجة قريناها في المزمور بنقول ننتظر بهدوء، بنقول نستنى. لله انتظر يا نفسي، في حتة بعدها بأيتين راح قايل أو بعددين انتظرت نفسي، لكن مفيش حتة الهدوء دي. وانتظري لأن من قبله خلاص. بس جبت منين كلمة الهدوء دي؟ يا خسارة إنها مش واضحة قوي في النص أو الترجمة اللي بين إيدينا. مفيش كلمة هدوء بين إيدينا، مفيش. لكن لو فتحت ترجمات تانية تلاقي إن أنا هستناه in silence، في سكوت. طيب بس يعني كلمة سكوت دي مش هي هدوء؟ ما هي في بعض الترجمات موجودة إني أستناه في سكوت، في صمت، في silence. يعني مفيش داعي أقعد وأنا مستني أبقى برفص وبكسر وغضبان جواه شكاية وجواه مرارة. هستنى في in silence. بس كمان بقى الترجمات اللي أنا أفضلها شخصيا، وهقولك ليه أنا بفضلها شخصيا حالا، إن الآية دي اللي هي عدد واحد بيقول لله تنتظر نفسي بصمت، my soul waits in silence. بس كمان الترجمات التانية تقول ايه اللي انا بفضلها، انها هتجد راحتها. وعلشان كده الجملة المشهورة بتاعت القديس أغسطينوس متاخدة من المزمور ده، انه الله قد خلقتنا لنفسك وقلوبنا لن تجد راحتها الا فيك انت يا رب. ده اللي قاله أغسطينوس واخده من مزمور 62 لما بيقول my soul finds rest. مش بس silence، لكن الترجمة دي جميلة قوي، ان انا اجد راحة. لولا النعمة ما كنت هشوفك، يا ما حاولت وكنت بحاول اجد الراحة، ما كنتش طايل.
الترنيمة اللي شادي وفريق الترنيم كانوا بيقودونا فيها، قدوس قدوس قدوس، وبعدين في عدد يقول راحتي عند صليبك يا قدوس. برتاح على صدرك والدفة بالحنان. نفسي تجد راحتها، فأنا هستناك يا رب حتى وإن كان أنا أصبحت عار عند جميع الشعب. أنا واقف عصايا نشفة يبسة، لا فيها ثمر ولا فيها ورقة ولا لها ظل. Finds rest in God. كلمة الكلمة اللي في المزمور في عدد واحد، مزمور 62 اللي هي في عدد واحد، الكلمة دي جاتش يعني بره المزمور في الكتاب المقدس كله، عهد قديم عهد قديم وعهد جديد، جات مرتين بس. المرتين دول انتوا تعرفوهم كويس قوي. المرتين اللي الكلمة دي جات، مرة جات في خروج 33 ومرة جات في متى 11. في خروج 33 فقال وجهي يسير فأريحك يا موسى. يوم الأربع مش اللي فات، قبل اللي فات، كانت رانيا بتقود في اجتماع الصلاة، وكانت وهي بتقود في اجتماع الصلاة أخذت الجزء اللي بطرس بيقول للمسيح فيه قد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا. المرة الأولى اللي جت في العهد القديم وجهي يسير فأريحك، ومتى 11 تعالوا إلي وأنا أريحكم. لو تعبي في حزن كسرة قلب على ولدي اللي راح، أو على الإحساس والإدراك الكامل بإني أصبحت غير مثمر ومليش أي فايدة، كتير قوي 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 كتير قوي يعني قوي لو هينفع أبقى عصايا المقشة، وغالبا حتى الضعف اللي في هذا الغصن ما ينفعش يبقى عصاية مقشة. تعالوا إلي وأنا أريحكم، نفسي تجد راحتها فيك يا رب. راحتي يا رب حقا أن لي في واثق في هدوء الواثق، لا أنسى منك مهما ضاق بالزمان. بص، تفتكروا الترنيمة دي يا جماعة؟ يا خسارة اللي ما بتترنمش غير يا دوب ده لو رنمناها يوم عيد الشكر. في خضوع، ليه اخترت الجزء ده؟ اخترت يعني المقطع ده من الترنيمة لأن أنا أفتكر لما بيقول in silence أو لما بيقول في هدوء finds rest يعني أو in silence، أفتكر أنه يعني لو عايز أدخل جوه الموضوع مش silence أني لا أتكلم، لكن يبتدي من هنا ويبتدي من هنا ان ده ليه in silence، ان يبقى في خضوع، في خضوع للإله. هدوء الواثق هو الشخص الخاضع في خضوع. أبتغي دوما هداه. تبتغي هدا ليه؟ لأن أنا الحقيقة ممكن أكون تايه في متاهات الحياة مسترجيا رضا. ربي أنت للتعابة ملجأ فيك، إذ في حضنك الدفيئي راحة. My soul finds rest. راحة للمتعبين. طيب، يبقى أنا هستنى
هستنى في هدوء الواثق ده. بس كمان داود في الوقت ده اللي فيه شايف ان في ناس بتنقض عليه، هي طبعا الآية دي ومش عايز اخش فيها كتير عشان الوقت، بس انه بينقضوا عليه كحائط منقض. ففي تفسير من اللي انا قريتها يعني تقول لك ايه، تقول لك ان هو يقصدهم هم اعدائه، فبيقول لهم انتوا بتهجموا عليا كحائط منقض، اكنكم بتقعوا عليا، يعني اكن حيطه بتتهد فوق دماغي، يعني حيطه بتنقض فوق دماغي كحائط منقض او حاجه زي كده. كويس. وفي تفسير تانية، واحد من اكتر التفاسير اللي انا بحبها بالذات في العهد القديم، قال لا هو يقصد ان انتوا شايفيني ايه، ان احنا ندوس عليك كده، احنا نزقك برجلينا كده، انت تقع، انت تتهد، احنا نهدك، احنا نجيبك الارض. فده هدوء الواثق. بس هو بيقول ايه؟ بيقول انا وانا مستنيك يا رب، انا وانا مستنيك. بص بقى الدرس الجميل التاني يا جماعة، انا يعني اقول لكم، اعترف لكم، انا ما كنتش متصور المزامير بالروعة والجمال ده غير لما اضطريت ان انا ادرسها في الوقت ده. ما اروع الكلمة، ما اروعها لتعزيتنا، ما هيش للفزلكة ولا للحزلقة ولا ان انا بستعرض. بصوا الجمال، بص الرسالة اللي تستقبلها من يسوع، من الله، من الروح القدس اللي ينعش قلبك، اولا بهدوء، لكن تاني حاجة، لا انا مش هتكل على حاجة، انا هفضل مستنيك ومش هستنى حد تاني غيرك. يا ريتني اقدر افتكرها. يقول على الكرمة، على الكرمة، أنا حتى مش فاكر في أنهي جزء، لما بيقول من قبلك ثمرك من قبلي، بيكلم الكرمة اللي هي الشعب القديم، شعب إسرائيل القديم يعني، وبيقول أنت فاكر إيه؟ أنت فاكر إن الثمر بتاعك ده من قبلي، ثمرك من قبلي أو حاجة زي كده، أفتكر إن الآية بتقول ثمرك من قبلي. المهم بقى اللي عايز أقوله لك إيه؟ ان انا مش ناوي، يعني مش مثلا هستناك شويه، بص يا رب انا هستناك اهو نص ساعه، هستناك شهر، عندك شهر بحاله هفضل مستنيك فيه، يعني احنا النهارده يوم 30، هستناك ل30 الشهر الجاي، عندك 30 يوم بلاش، شهرين، هفضل مستنيك شهرين، بس لو بعد شهرين ما جيتش خلاص هتصرف بقى، يعني هعمل ايه؟ هتصرف مش كده؟ يا استناك 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 كل يوم لانك حي حسب الوعود والشهود بانك جاي، لكن لو ما جيتش اعمل ايه؟ لازم اشوف حد تاني، لازم اشوف حد غيرك، لازم اشوف بديل. هنا بقى داود قال لا يمكن، شوف لما يحصل ايه، لو هفضل مستني لحد ما اموت لا يمكن هدور على حد غيرك، مش هستنى حد تاني. هنا بيقول my soul finds rest in God، انا الحقيقة قصتها، في كلمة ناقصة في الآية دي، يعني عدد واحد بيقول يا رب انا نفسي بتجد راحتها، راحتي عند صليبك يا قدوس، زي ما كنا بنرنم، بس هو هنا انا قطعت الآية عشان يعني ما احرقش الكلمة اللي جاية الجميلة دي. داود في عدد واحد بيقول نفسي تجد راحتها في الله، الكلمة اللي انا مخبيها عنك ايه دي؟ وبرضه مش موجودة بالعربي. ده عدد واحد. انت وحدك. انت فقط لا غير. وبص بقى تصميم داود. ها؟ بص على تصميم داود في مزمور 62، عارف كم مرة كلمة الون او اونلي دي؟ 6 مرات. هو رافض اي بديل في الاعداد اللي قدامك اللي انا رصلك جوه الدوائر دي، عدد واحد، عدد اتنين، عدد اربعة، عدد خمسة، عدد ستة، عدد تسعة، بيقول له انت بس، انت وحدك. ترنيمة اللي كتبها ابونا مكاري، انا عايزك ايه؟ لا مش دي يا صاحب السلطة، لا وحدك، في ترنيمة طالت من نفوخي. ففي الكلمة استخدمها داود 6 مرات، انا مش هستنى حد تاني،
You alone, God only, أنت بس فقط. كفايتي في من فدى نفسي من الهلاك. بصوا يا جماعة، داود بيتكلم على إيه البدائل اللي ممكن تكون عنده، إيه البدائل اللي ممكن تكون عند أي حد فينا. قال لك في ثلاث بدائل رسمهم، وعلشان كده حط ست مرات كلمة بس أنت وحدك بس يا رب، ألون أور أونلي، الست أعداد اللي أنا وريتهم لك دول. إيه البدائل اللي ممكن واحد كحائط منقض يتكل عليها؟ ما أنا وقعت من طولي، أنا عامل زي العصاية النشفة. إيه البدائل اللي ممكن تسندني وتوقفني على حيلي؟ يا إما ناس، بني أدمين، ناس بقى حواليا اللي هي بيقولوا عليها دلوقتي النتورك. لو عندك نتورك خلاص ما تقلقش، لو تعرف يعني نتورك، تعرف انكل، تعرف طنط، تعرف حد مش عارف ايه في الشركات دي يوظفك، لو فقدت فلوسك، لو مش لو عندك كونكشنز، يعني عندك كونكشنز، تعرف ناس، تعرف حد مهم. سلام عليها البنت دي، البنت دي ما هياش بنت يعني دلوقتي، بس البنت الجميلة دي، البنت دي اللي فقدت جوزها وهو لسه صغير، شاب صغير كان يعني لسه دوب متخرجين من كلية الطب، وهم الاثنين دكاترة، وقاعد بيذاكر طب، سكت يعني، طب وقع ساكت يعني. فالبنت دي كانت مدرسة مدارس أحد، أنا بقول عليها بنت، هي يعني أكبر مني، بس يعني وقتها وأنا كنت حاضر مؤتمر مدرسة الأحد، مش قادر أنسى يا أخي الكلمة دي، لأنها بالذات طالعة منها هي. طبعا هو لما جوزها مات ما عندهاش حاجة، ويعني هو كان نافذة على العالم يعني. فهي واقفة بتعلم الولاد، هي كانت بتقود أفتكر فترة ترنيم، فبتقول إحنا نقعد نقول طب أنت تعرف حد في الشركة دي، أنت تعرف حد في الوزارة دي، أنت ليك حد مش عارف إيه، يا مالكش حد خالص. فهي راحت اسمها ليلى حافظ، فليلى راحت قايلة إيه، قالت يا تعرفش حد خالص، مالكش حد خالص، تعرفش أي حد مهم كده، لا معرفش الحقيقة. قالت يا خلاص بقى، اللي ملوش اي حد خالص ليه ربنا. فهي بتقول لو مالكش حد خالص وليك ربنا يا بختك. وده اللي داود قاله، انا ماليش حد خالص. البديل التاني، كلمة الظلم، لا تتكلوا على الظلم، مش مقصود بيها الظلم اللي هو ضد العدل يعني العدل والظلم، لكن الظلم مقصود بيها لا تتكلوا على السطوة. أنا أقدر أعمل أي حاجة لأن أنا عندي سلطان، لأن أنا عندي قدرة، لأن أنا لما أقول حاجة تتعمل، لأن أنا أقدر أعمل حاجات، لأن أنا ينفع أعمل حاجات. فهو بيقول لا لا لا، أنا لا هتكل على بني أدمين، ولا هتكل على السلطة، ولا هتكل على القوة، ولا هتكل على الظلم، وآخر حاجة ولا هتكل على الغنى. إن زاد الغنى يبقى خلاص، يبقى احنا كده وصلنا. بيقول إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. لله انتظري يا نفسي بهدوء من غير ما يكون في أي بديل. لله انتظري يا نفسي، لأنه هو الحقيقة اللي يعرف يقود، يعرف يقود باقتدار، ويعرف يقود بتحنن الاتنين. بص يقول إيه في آخر كلمتين في المزمور، مزمور 62، لك يا رب واحد العزة، القدرة، القوة، لك يا رب العزة والرحمة. بدل ما اتكلم عن ده، عارف احسن حاجة اعملها انا ايه؟ ان احنا نشوف ده في نص كتابي، ازاي ربنا بيقدر يقود باقتدار، بالعزة وبالتحنن، بالرحمة. لك يا رب العزة والرحمة. علشان انا ما اتكلمش، خلي الكتاب المقدس يتكلم، ونشوف ازاي يا جماعة الله يقود باقتدار وتحنن. إشعياء 40.
هو ذا السيد الرب باقتدار، بقوة، باقتدار ذراعه تحكم له. وبص التحنن، كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، في حضنه يحملها ويقود باقتدار وبتحنن. لك يا رب العزة والرحمة، بمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به؟ لله انتظري يا نفسي. ليه الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن انتظار، عن الانتظار، عن انتظار، عن انتظار الرب، عن لازم ننتظر؟ اولا انها مش في طبيعتنا ان احنا ننتظر، مش احب استنى ومش هتعطل لحد ما هو يجي. لكن هو هنا كمان بيقول، بيقارن ما بين الكلام دول، بين اللي بيستنوا ربنا وبين الغلمان والفتيان. غلمان والفتيان اللي فيهم القوة واللي فيهم الطاقة، اللي عندهم مش قادر يقعد على حيله، اللي عايز ينجز، اللي عايز يسافر، اللي عايز يروح، اللي عايز يجي، اللي عايز يشتغل، اللي عايز يحقق نفسه. يقول منتظر الرب يجددون. يمكن الفرع الشجرة ده واقف زي العصاية المقشة، ما فيهوش ولا ورقة، ما فيهوش ثمر، ملوش ظل يرميه حتى على الأرض. لكن إذا هديت شوية in silence، إن رست، منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. لله انتظري يا نفسي. يا رب، يا رب أنا لو بصيت على الحاضر بتاعي، لو بصيت على الواقع بتاعي، يمكن أنتحر، يمكن أيأس، حتى أن أنا أيسنا من الحياة. يا رب الواقع بتاعي مفهوش ثمر، مفهوش ورق، مفهوش ظل، مفهوش غير الموت والضعف واليبوسة. وانا عارف ان الانتظار مش في طبعي، عشان كده يا رب ادعوك علمني، علمني انتظرك. افتح لي عيني لكي ارى ذراعك تحيط به. افتح لي عيني لكي أرى صدرك يضمني. افتح لي عيني حتى أرى ذراعك، صدرك، حنانك وقدرتك يا رب. علمني يا رب. خلينا نقف يا جماعة ونعبد بيها، ومن فضلكم هنقعد تاني لأن في حاجة مهمة ومفرحة الحق أحب أقولها لكم. بس علمني، عرفني، أنت عايز مني إيه يا رب؟ أنت عايز مني إيه؟ عرفني رؤيتك للدرب. علمني أنتظرك يا رب، أنتظرك سندي وروحك.
الغني بحبك الغني وردني بروحك السني بروحك السني أحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجاء في الصلاة كل أمالي في الحياة فأحبك أعظم طوق للنجاة نبع رجاء في الصلاة كل أمالي في الحياة يا ربي افتح لي يا عيني افتح لي يا عيني يا ربي أنر لي يا قلبي أنر لي يا قلبي لكي أرى ذراعك تحيط بي وصدرك يضمني وشخصك يعتني عشان مش بس أشوف دربي اللي جاي لكن أشوف حبك يا رب وأشوف تحننك وأشوف قدرتك في المسيح آمين. تفضلوا ارتاحوا من فضلكم. احنا الأسبوعين اللي فاتوا أو الثلاث أسابيع اللي فاتوا احنا كنا عايزين نجمع مبلغ لبيروت أو للبنان إن جنرال بس بالذات بالنسبة للتفجير اللي حصل في سرة العاصمة في بيروت. بختك يا سليم لابس تيشيرت كبيرة سودة كبيرة دي مش التيشيرت يعني بس يعني مكتوب عليها بيروت. فأنا الحقيقة يعني أشكر ربنا قوي قوي يعني خصوصا في اليومين اللي احنا فيهم يا ناس. احنا النهاردة جو ومجموعة الري اوبنينج بيقولوا احنا النهاردة الفول كاب ما ينفعش ناخد ولا نفر زيادة لانه العدد كده احنا ما ينفعش نكتر عن كده. احنا كل حكاية كم نفر بص كده الكنيسة فاضية يعني احنا ما احناش يعني نقدر نقول ايوة لان كانت اصل الكنيسة مليانة بنجيب فلوس كتير كنيسة بقى. يا اخي بص بس يعني لان انتوا قلبكوا جميل وتوحدتوا بال مأساة اللي حصلت في بيروت تصدقوا يا جماعة في الظروف دي في الظروف دي احنا بنعمة ربنا يا جماعة $26,000 يا سلام. نشكر ربنا قوي 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 قوي. المبلغ ده بالنسبة للخراب اللي حصل في بيروت ولا حاجة بس ده كل اللي حلتنا يعني لو بيروت دي واحدة هنشوفها هنقول لها يا بيروت المبلغ ده مش قد الخراب اللي حاصل فيك بس ده كل اللي حالتنا. زي ايه يا جماعة اللي انا بقوله ده؟ هي من اعوازها اعطت فاللي انتوا عملتوه $26,000 هنعتبره كده هنقول ده بالنسبة للهناك قليل قوي بس ده كل اللي حالتنا. $26,000 دي يعني يا
أشكر ربنا قوي 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 على العطاء ده. ومين عارف في المستقبل ممكن يحصل إيه وربنا يفتح لنا باب للخدمة هناك ولا إيه، محدش يعرف. بس يعني نتمنى. الناس المسؤولين من الميشنز عملوا كل الهومورك، فأنا بقول ده علشان تطمنوا. هم قعدوا يذكروا ويشوفوا 60 أورجانيزيشن واختاروا أكتر واحدة تمشي مع يعني اللي احنا نحبه، طلباتنا واهتماماتنا، وانه ما ياخدوش نسبة من الفلوس. فالستة وعشرين الف كلهم هيروحوا، 26 ألف ما حدش هياخد نسبة. احنا كان نفسنا نشتغل مع ناس ما بيشتغلوش مع مثلا مجموعة ومجموعة لا، او طايفة وطايفة لا. المجموعة اللي هم اختاروها بتشتغل مع كل الطوايف وكل الناس، فده حاجة جميلة. في بوتنشال اننا نشتغل معاهم، احتمال انه يكون في بوتنشال اننا نشتغل معاهم، يعني في فرصه اننا احتمال اننا نشتغل معاهم في المستقبل. في مين عارف، مين عارف ربنا بيفتح لنا حرب العراق، ماساه رهيبه، ماساه رهيبه، فتحت لنا فرصه عمرنا ما كنا نتصورها. اللي حصل في بيروت ماساه رهيبه، ماساه رهيبه، لكن مين عارف يمكن يكون ربنا فتح لنا فرصه زي ما فتح لنا فرصه خارجة من 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 الموت، أخرج حياة لينا إحنا ولآخرين، لينا إحنا كشعب هنا في بوسطن، إن إحنا نتنفس ونشوف حاجة مش هنشوفها غير لو خرجنا بره الجدران وشوفنا. فنشكر ربنا قوي 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 على المبلغ وعلى القرار وعلى الارتياح اللي المجموعة، مجموعة الميشنز. شكرا لكم وشكرا ماجد، انت ومجموعتك، ربنا يبارككم. طيب لا لازم نختم. قلوبها لن تجد راحتها الا فيك، ادنو اليك ارتاح ارتاح، تعالوا الي وانا اريحكم، وجهي يسير فاريحك. إن رست نفسي لن تجد راحتها إلا فيك، أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح. يلا نختم يا جماعة بالكلمة دي، خلينا نقف ونقول أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، دمع العين حبا وليس جراح، أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. I'm not afraid.